أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفا. فقلت له: عيوك بالنار يا عبد الله من الزهر. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فترت انزله اليه فعصى وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمام وكماله. لم ترس لما فما كانت الا سرعه العظام ولدي الحسن قد اغبلها. وقال: السلام عليك يا امه. فقلت: وعليك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي. فقال: يا امه اني يشم عندك رؤيه طيبه كانها رؤيه جد رسول الله. فقلت: نعم ان جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله. اتاذن لي ان ادخل فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي. قد عزت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا سرعة العظام ولدي الحسين قد اغبل. فقال لي: عماه إني يشم عندك رؤية طيبة كأنها رؤية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك لقاك تحت الكساء. فدل الحسين نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جد. السلام عليك يا من اختاره الله. اتعجل لي ان اكون امامكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي. قد عزمت لك فدخل امامهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخيل ابن عم رسول الله. فقلت نعم هو معه ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتعجل لي أن أكون ما كنت تحت الكساء. ولم تعد السلام قال له وعليك السلام يا رقيب ويا وسيم خليفتي وصاحب آل بعجي، قد عزمت لك فنقل علي تحت الكساء. ثم اعتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله، أتعجل لي أن أكون ما كنت تحت الكساء. ولم تعد السلام قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد عزمت لك فنقلت تحت الكساء. فلما اتمنى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم، على حرب لمن حارمهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وعظام لهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واجحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي بأسكار سماوات النيمة خلقت سماء مبنية ولا أرض قبرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي حول الخمسة الذين هم تحت الكساء. ولم تعد السلام فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل محل بيت النبوة وبعد الرسالة حم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها. ولم تعد السلام فقال جبرائيل يا ربي اعتزل لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال اللهم قد عزمت لك. فهبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالم، يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا
بحري يجري ولا فلكي يسري الله لأجلكم ومحبتكم فقد ذري لدخل معكم فهلوا تحزنوا لي رسول الله ولن تسلم فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد عزت لك فدخل جبريل معنا تحت الكسار فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليجحد عليكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي اليدي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا حاجة تحت الكسائي من الفزع عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من مهام أهل الأرض وفيه جمع من شعتنا ومربين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عزام الله فزنا وفعظا شعتنا ورب الكعبة فقال النبي صاليا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شعتنا وفي محمول الله فرج له هم ولا مغموم الا وكشف الله غم ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عزام الله فزنا وسعدنا وكذلك شعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات